نحكي سونتي كالعادة مع أخصائية العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء شيماء سراي. دونك باش نحكيو على متلازمة اليد. مرحبا بك وكل شيء. مرحبا سمية، ديما فرحانة بوجودي معاك. يعيشك عزيزتي. شنو نقصدوا بها؟ متلازمة قناة اليد هي معروفة عندنا في تونس بسندروم دي كانال كاربيان. هي وجيعة أو تنميل، تو نفسروا شنو الأعراض بالضبط، تصير على مستوى هذايا في اليد. شنو هي؟ هي عملية اختناق لعصب، العصب الأوسط نسميه لونير ميديون، يتعدى من هنا، هو اللي باش يخدم اليد الأصابع واليد. دونك يصير له اختناق، يعطينا برشا قلق، يعطينا تنميل، يعطينا حراق، يعطينا ضعف في اليد. هذا يرجع لحكم وظيفته هو، على خاطر عنده زوز وظائف، وظيفة حركية ووظيفة حسية. الوظيفة الحركية اللي هي الحركة بتاع الأصابع، الأخص هو البوس، الإبهام. هذاك علاش في حالات متقدمة نلقاو حتى البلاصة هذه بلات كاريمون، ليمينون ستينار نسميوها احنا. دونك الميسكل هذا ما عادش يخدم بالباهي، ويد الإبهام ما يخدمش فيها بالباهي، دونك يد مش فونكسيونيل. الناس تتقلق، ما عادش نجم تعمل حتى أبسط لي أكت معناها في الحياة اليومية. وعندنا الوظيفة الحسية نتاعو اللي هو في تريتوار معين، دونك هو يوفر الإحساس للأصابع، الصباع الأول، الثاني، الثالث، والشطر نتاع الصباع الرابع. دونك الشخص اللي عنده اختناق في العصب الأوسط يحس يا إما بحراق، يا إما بتنميل، يا إما بوجيعة، يا إما بيده ثقيلة، بالأخص وقت اللي يقوم بخدمة معناها مازال كيحرك يده برشا. وتنجم الاحساس هذا ينجم يطلع حتى للفوق للافومبرا، ينجم يوصل في حالات متقدمه اللطف عليكم لشلل يده، يولي ما عادش يستعملها جمله. تفضل. دونك باش نسالك شنو اهم الاسباب اللي تخلينا اليوم نحكيو على الملادي هذه؟ هو هي حاجه تشبه الملادي اما مش ملادي. وقت اللي يكونوا متلازمه او سندروم هو مجموعه من الاعراض تجتمع في حاله معينه، بالاخص موجود عند النساء. معناها الاغلب 80% يكون عند النساء، وفما حالات يكون موجود في اليدين الزوز. اذا مثلا يعمل وظيفه تعب، دونك يديه الزوز باش يتلمسوا. عند شكون نلقاوها؟ عند العباد اللي تخدم مهن يدويه. اللي تصنع برشا ايديها، الجزار، الترزي، اللي يعاود الحركه برشا مرات. هذاك هو اللي يصير له الحاله هذه. فما نلقاوها عند النساء الحوامل بحكم يزيد عندهم البوا الميزان، وتصير لهم الريتونسيون دو زاده نفاخ، اللي يخلي يصير اختناق على المستوى هذا. زاده فما دي مالادي روماتيزمال، الامراض البرد نقولوا احنا. البرد اي تتسبب في الحاله هذه. وفما زاده حاجه ما يعرفوهاش برشا عباد، اللي الديابيت، مرض السكري يتسبب في الحاله هذه. نشوفوا في عيادتنا برشا عباد عندهم السكري، تصير لهم الحاله هذه، ولو انه يكون خدمته مرتاحه برشا معناها. على خاطر السكري في طبيعته يبدل النوع نتاع العصب اللي يخليه تصير لا كومبريسيون. تري بيان. شيماء هوني، كيفية العلاج معناها؟ دونك اسكو الكينيتول ولا طبيب مختص ولا شنو بالضبط؟ طبيب مختص، يلزم طبيب مختص هو اللي يوجه لنا المريض. يلزم بريسكريبسيون ميديكال، دونك اللي عنده الأعراض هذه يلزمه يتجه لطبيب. من المفضل يكون أن أورتوبيديست، طبيب عظام ومفاصل. وحتى اذا مشيت للطبيب العام هو تو يعرف يوجهك. دونك في البدايه فما عندنا برشا حالات وبرشا ديستاد للمرض هذا، في البدايه باش يكون تريتمون ميديكال، يعطيه دواء. اذا الدواء ما ساعدوش باش يعطيه راحه بالطبع، وينجم يعطيه اتيل تتلبس في الصباع باش تخليه مرتاح في الليل مثلا. ونجمو اذا هذا ما ساعدوش الطبيب يولي يعمل ديزانجيكسيون يزرق له. اذا هذا ما ساعدش وديما افور يا ميزور العلاج الطبيعي، نقول لك شنو نعملوا بالضبط. فما حالات متقدمه يلزمها عمليه، وبرشا عباد يخافوا من العمليه. العمليه راهي حاجه بسيطه وباش ترتحك من عواقب مش باهيه، على خاطر اذا تسيب المرض هذا وتخلي يدك راهي تنجم توصل لا قدر الله في حالات متقدمه للشلل. والعلاج الطبيعي عنده مضاعفات خطيره معناها، بالطبع تنجم اليد لا قدر الله ما عادش تخدم جمله. فما عباد يقول لك لا صايب عليا من العمليه، وهي عمليه بسيطه ما فيها شيء. اما انت باش ما توصلش العمليه، اول ما تجيك الاعراض امشي للطبيب. والعلاج الطبيعي ديما يعطي نتائج باهيه برشا. احنا باش نخليو اول حاجه باش يجينا المريض موجوع برشا، عندنا تقنيات تخفف من الالام،
باش يجينا لي موسكل ضعاف بحكم الاسباب اللي قلت لك عليهم، دونك باش نقويو لي موسكل ولكن بطرق معينه، بطرق تناسب الحاله نتاع المريض. وبعد العمليه، بعد العمليه يتنحل الالام، هو المريض يخرج من العمليه دون ما يقوم بالبنج، ما عادش عنده لا الام لا تنميل لا حتى شيء، ولكن يقعد المخلفات نتاع الحاله اللي كانت عنده، اللي هي ضعف في العضلات، اللي هي لي موسكل مكبشين، اللي هي ينجم الاحساس ما يرجعش بالباهي، هذاك كله يرجع بفضل اخصائي العلاج الطبيعي. تخي بيان، يعمل تريتمون معناها عند اخصائي العلاج الطبيعي بالطبع. يرجع بشوي بشوي، هذاك كما نقولوا اهميه اخصائي العلاج الطبيعي اللي هي تكمل خدمه الطبيب معناها بالطبع. بالطبع نكملوا بعضنا باش يوصل المريض لاحسن حال ممكن. شكرا لك سيما سراي، اخصائيه في العلاج الطبيعي وتقويم الاعذار، بنت الجنوب، بنت جابس. شكرا لك، دونك بالورد نعطيك. سعيده ديما بوجودي معاك، وممتنه ديما لقناه حنا بعل، وبالاخص لك انت سمية. قناه حنا بعل تعطي اضافه لكل من جاها معناها. يعيشك، وانت نورني. شكرا على اخلاقك العاليه. شكرا عزيزتي، تنورني. دونك هذايا الكادو بطبيعه من دار العسل. ميرسي. والورد من زهور، زهور بربي الملك في تي جي ام بلال بن صالح. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه السبونسور نتاعي. ميرسي بوكو شيماء سرا، يعطيك الصحه. احنا مازلنا مصي معاكم، مرحبا.